وعدم التوافق. والأنكونفورماتيزم هي عبارة عن شكل من أشكال التراكيب اللي يتم الاستعانة بها في عملية تحديد العمر النسبي relative dating، أسطح عدم التوافق. ما هي أسطح عدم التوافق أو ما تعرف بالأنكونفورماتيز؟ الآن كونفورماتيز، الأنكونفورماتيز باختصار هي عبارة عن بريكس إن ستراتيجرافيك ريكوردز، أو توقف في السجل الحفري. التوقف في السجل الحفري ممكن نعبر عنها بشكل آخر، الأنكونفورماتيز هي عبارة عن تايبس a type of geological contact، هي عبارة عن سطح جيولوجي أو boundary between rocks، سطح بين طبقات أو صخور. ماله؟ caused by a period of erosion، أول سبب له إما period of erosion. العامل الثاني هو عبارة عن pause in sediments accumulation. السبب الثاني توقف pause in a sediment accumulation، توقف في عملية الترسيب، followed by a deposition of sediments of a new sediments، تكون رواسب أو يتبع تكون رواسب جديدة. باختصار أسطح عدم التوافق هي عبارة عن حد بين مجموعة صخرية أو بين طبقات صخرية يدل على توقف الترسيب أو حدوث عملية إيروجن، حدوث تآكل، يعني أنه تكون صخر ثم تأكل. لو افترضنا في عندي تتابع طبقي بالشكل هذا، في عندي تتابع طبقي بالشكل هذا، مجموعة من الطبقات، نفترض الطبقات الرسوبية A B C D E F. لهذا التتابع الطبقي حصل عبر الزمن انه في صار في عندي عمليه رفع لهذه الصخور بفعل صدع مثلا، الرفع هذا يسمى عمليه ايش؟ ابليفت. ابليفت اي انه افترض انه هي كانت في البدايه تحت منسوب سطح البحر، نفترض هذا عباره عن سي ليفل، وبالتالي حدث عمليه ابليفت رفع للصخور، وبالتالي هذه المجموعه كلها اصبحت فوق سطح البحر. نفترض انه المجموعه هذه اصبحت بالشكل هذا، فوق سطح البحر بفعل عمليه الرفع A B C D E، ونفترض هذه المجموعه عباره عن F. الان بما انه اصبحت فوق منسوب سطح البحر فهي راح تتعرض لعمليات التجوية، لعمليات الويذرينج and erosion، عمليات التجوية والتفتيت اللي راح تقوم بعملية إزالة هذا الجزء الموجود فوق سطح الأرض بفعل عمليات التآكل، وبالتالي راح يتآكل الجزء المعرض لعمليات التجوية. ثم بعد ذلك المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة إنه بيصبح في عندي عملية سبسيدنس أو عملية خسوف لهاي المنطقة، بالتالي هذا التركيب راح ينخفض مرة أخرى ويكون لي الطبقات اللي هي دي سي بي و اي، اللي هو مجموعة هاي. والمنطقة الآن موجودة هنا هي المنطقة اللي توقف فيها الترسيب التي أزيلت بفعل عمليات التجوية، طبعا يصير عملية خفض، عملية سبسيدنس، خفض بفعل عملية برضو صدع، قد يكون هذا عبارة عن فولت، أو قد يكون بسبب عملية فولت، عملية حركات تراكيب اللي أخذناها في التراكيب السابقة. لأن هذه المرحلة الثالثة. الآن هذا السطح
اصبحت هذه المنطقه تحت ما سطح البحر، فراح يبدا يتكون لي صخور جديده، راح يبدا يتكون صخور جديده. خلينا نعرف هذه هي شويه، انتبه هنا، هذا عباره عن السي ليفل سطح البحر. إذا راح يبدأ يتكون عندي مجموعة جديدة من الصخور، طبعا كان في عندي A و B و C و D، خلينا نقول هنا عبارة عن A B C D. الآن راح يتكون عندي صخر جديد اللي هو راح نسميه مثلا، خلينا نسميه كان في عندي A B C D E F عبارة عن G. الصخر هذا زمنيا اقدم من الصخور، في فرق زمني بينه وبينها بين دي، يعني مش متتابع، ما فيش تعاقب بينه. وبالتالي المنطقه الموجوده هنا، هذه المنطقه هي منطقه الانكونفورمتي، منطقه عدم التوافق، بمعنى السطح هذا هو السطح المتعرج، هذا هو عباره عن الان كونفورمتي، سطح عدم توافق، اي انه في الفتره هاي في المنطقه هاي المجموعه هذه يونت واحد، والمجموعه هذه اللي فيها الجي عباره عن يونت اثنين. اي بي سي دي متتابعين زمنيا، ثم حدث توقف للترسيب في الفتره هذه بسبب وجود عمليه الرفع، ثم التآكل، ثم عمليه الخفض، ثم عملية ترسيب، هنا عملية ترسيب جديدة، ثم ديبوزيشن، هنا صار في عملية ترسيب ديبوزيشن. وبالتالي بنلاحظ أن المجموعة اللي تكونت جديد أو الصخر اللي هو اسمه جي زمنيا ليس متناسب مع الصخر الأسفل منه، ليس متتابع زمنيا، وإنما في فترة اللي هي الفترة هاي اللي هي بيشيلها بخط الانكونفورمتي أو حد الانكونفورمتي، اللي هي في هذه الحالة صار في إيروجن، في هذه الحالة تمت إزالة، يعني هنا صار في عملية إيروجن زي ما قلنا، تم إزالة هذا الجزء، ثم عملية خفض، ثم تكون جديد، وبالتالي هنا بتدل على اللي حكينا فيها عملية إيروجن، اللي هي الجزء الأول. إما أن يتكون عندي عملية إيروجن، أي إزالة لصخور كانت موجودة، وبالتالي الطبقة أو التراكيب اللي جت فوقيها هي ليست متناسبة معها زمنيا، وتدل على انقطاع في الترسيب. الحالة الثانية اللي هي انه ما صارش ترسيب اصلا، هنا no deposition، الحالة الثانية انه كان في عندي pause in sediment accumulation، pause in sediment accumulation، وبالتالي معناه الاحتمال الثاني انه ما يكونش في ترسيب اصلا، وبالتالي توقف الترسيب و الصخور المجموعه الاخرى من الصخور هتكون من زمن مختلف. يبقى هنا باختصار مبدا او مفهوم الانكونفورمتي، اي عدم التوافق بين المجموعه اللي في الاسفل من الطبقات والمجموعه الاعلى منها، هنا الوحده الاولى وهنا الوحدة الثانية، وهنا يفصل بينهم سطح عدم توافق بنسميه الان كونفورمتي، نسميه سطح عدم التوافق الان كونفورمتي. الان الان كونفورمتي هذا له ثلاث اشكال، بياخذ ثلاث اشكال، هذا عبارة عن ما هي الاشكال؟ في عندنا ما يعرف بالانجولار ان كونفورمتي والنان كونفورمتي الديسكونفورمتي، ثلاث اشكال، وفي بارا كونفورمتي، لكن احنا حنتكلم فقط عن الثلاث اشكال هذه من الان كونفورمتي. الاشكال تاعت الان كونفورمتي اما انجلر ان كونفورمتي او نان كونفورمتي او ديسكونفورمتي، تعال نشوف الفرق بينهم. اول نوع اللي هو بنسميه الانجلر ان كونفورمتي، ومن اسمه مشتق انه عباره عن عدم توافق زاوي، عدم توافق زاوي، أي أن المجموعة العلوى والمجموعة السفلى الخط اللي يفصل بينهم هو خط يفصل بين طبقات أفقية وطبقات مائلة،
يحبس بين السطح العلوي والسفلي زاوية. لاحظ هاي أسطح الطبقات مائلة بهذا الشكل، أسطح الطبقات هنا A B C مائلة، ومجموعة العلوة هنا اليونت 2 وهنا يونت 1. المجموعة الموجودة في الأعلى المجموعة الموجودة في الأعلى بينها وبين المجموعة اللي في الأسفل هناك في angular unconformity، عدم توافق زاوي. يعني هنا من اسمها واضح أنه بيصير في عندي ميل في الطبقات. طب كيف تحدث؟ تحدث بالطريقة هذه، أنه المجموعة الأولى حسب القوانين اللي أخذناها أول في principle of superposition، تتابع أفق تعاقب الطبقات، ثم الأوريجينال هوريزونتاليتي النشأة الأفقية للطبقات، لاحظ الطبقات نشأت في البداية بشكل أفقي، ثم بعد ذلك حدث يبقى هنا بيصير في عندي ديبوزيشن أوف روكس A و B و C، ثم حدث عملية أبليفت رفع زي ما قلنا قبل شوية، تيلتنج عملية ميل الطبقات، طبعا التيلتنج قد يكون فولد، قد يكون فولد طي أو قد يكون فقط تيلتنج يعني. يعني قد يكون ميل او قد يكون طي كامل، وهذا عبارة عن جناح، هذا قد يكون يمثل جناح الطية، هذا يمثل جناح الطية. ثم بعد ذلك تحت عملية الإيروجن بحيث يتم إزالة جزء من هذه الطبقات، ثم يحدث العملية التالية حكينا عليها السبسيدنس، لو أن الصخور بسبب عملية خسوف أو هبوط، وبالتالي تصبح تحت منسوب سطح البحر. لاحظ هنا منسوب سطح البحر، وبالتالي يبدأ عملية الديبوزيشن مرة أخرى من جديد، وبترسب لي مجموعة من الطبقات اللي هي F و G زمنيا من حيث الزمن. يعني بتلاحظ أنه في عندي A B C وهنا كان في D وفي E F G. طيب وين راحت A و D؟ D و A، D و A حصل لها عملية إيروجن، فهنا عملية إيروجن إزالة. وبالتالي هنا لما أطلع على هاي المجموعة من التتابع وأجد أنه في عندي مجموعة من الطبقات اللي هي يفصل بينها تقريبا زاوية طبقات أفقية وأسفلها طبقات مائلة أو العكس، أو العكس، فإن السطح هذا السطح الموجود هنا هو عبارة عن سطح أنكونفورمتي، سطح عدم توافق زاوي، يدل على حدوث عمليات تعرية، يدل على حدوث عمليات إيروجن هنا. تمام، نجي على النوع الثاني من عدم التوافق وهو ما يعرف بالنان كونفورمتي. والنان كونفورمتي هو من أبسط أشكال عدم التوافق وأبسط أشكال، واللي من السهل جدا تمييزه. occur where rock that formed deep in the earth such as intrusive igneous rock or metamorphic rocks are overlain by sedimentary rocks formed by the earth surface processes. طيب عدم التوافق او التخالفي، هنا بنسميه عدم التوافق التخالفي، الترجمه العربيه له عدم التوافق non conformity، عدم التوافق التخالفي. ببساطه هو وجود صخور ناريه او رسوبيه، اما igneous روك او ميتامورفيك روكس يعلوها طبقه من الصخور الرسوبيه. يبقى هنا في عندي وحدتين، الوحده الاولى هي عباره عن صخور ناريه igneous او ميتامورفيك، الوحده الثانيه هي عباره عن سيدمنتري روكس. الخط الفاصل بينهم هو الخط الفاصل بينهم طبعا هو هذا الخط، هذا الخط، هذا الخط يمثل الانكونفورمتي، هذا الخط هو يمثل الانكونفورمتي. لاحظ انه هنا في عندي صخور تداخل ناري، وتكونت عندي مجموعه من الصخور الرسوبيه جي وكي،
ثم حدث عملية أبليفتنج زي ما قلنا رفع، ثم حدث عملية إيروجن هنا صار في عملية تآكل وتسوية في البلانيشن، ثم حدث عملية سبسيدنس وتكونت لي المجموعة هاي. هنا المجموعة يعني في مجموعة عندي جي وكي راحوا، تكونت لي مجموعة جديدة بي وكيو، وبالتالي هاي المجموعة هي أصبحت اليونت 2 وهنا عبارة عن اليونت 1، وهذا السطح الذي يفصل بين الصخور النازلية أو المتحولة والصخور الرسوبية وبسموه عدم توافق تخالفي أو النون كونفورميتي، وبدل برضو على عمليات انقطاع في الترسيب أو عمليات إيروجن. النوع الثالث من أنواع عدم التوافق وبسمى الديس كونفورميتي أو عدم التوافق التخالفي، عدم التوافق الانقطاعي، أسف عدم التوافق الانقطاعي ديس كونفورميتي، وقد يسمى البارالل كونفورميتي. طبعا هذا من أصعب أنواع الانكونفورميتي في التعرف عليه، لأنه يمكن التعرف عليه فقط من خلال تتبع العمر الزمني للصخور أو اختلاف في الحفريات، وطبعا بيكون هو عبارة عن خط متعرج يدل على عمليات الإيروجن. وبالتالي هنا الروكس النيلي هوريزونتال مود وير ايرودد اند ايروجينال بروفايل ريمينز كفر باي سبسيكوينت سيدمنتس ديبوزيشن. هو يعتبر زي ما قلنا عباره عن الموست ديفيكالت تو ريكوجنايز، هذا عباره عن الموست ديفيكالت تو ريكوجنايز لانه تقريبا الطبقات ما فيش فيها ميل، يعني مختلف عن النوع الاول. النوع الاول كان فيه طبقات افقيه واسفلها طبقات مائله او العكس، وبالتالي سهل التعرف عليه. النوع الثاني بيكون في عندي طبقات إغنياس أو ميتامورفيك أفقي أو يعلوها طبقات سيدمنتري، وبالتالي من السهل التعرف عليه. هذا النوع لا، هذا النوع الطبقات اللي في الأعلى، لاحظ هنا المجموعة هاي والمجموعة هاي كلهم صخور رسوبية، وبالتالي وما فيش زوايا مائلة، وبالتالي هنا يصعب عملية التعرف عليه. العامل اللي بيقول لي انه في انكونفورميتي هو الخط المتعرج اللي ناتج من عمليات الايروجن، الخط المتعرج اللي ناتج من عمليات الايروجن واللي بيدل على انه في عملية ايروجن حدثت، هذا الخط هو اللي بيدل على وجود انكونفورميتيز. وايضا كمان اختلاف في بيئة الترسيب، الاختلاف المفاجئ في بيئة الترسيب بين الطبقات. زي ما شايفين كيف بتكون هنا، بتكون عندي مثلا في الحالة الأولى طبقات 1 و2 و3 و4 في الوضع الطبيعي deposition of rock layers اللي هم 1 2 3 and 4، بعدين بصير في عندي uplift عملية رفع بسبب زلزال أو صدع، وبالتالي تصبح هاي المنطقة exposed to the withering and erosion، بصير في عملية تعرية وإزالة، بعدين بصير في عندي عملية سبسيدنس عملية خسوف أو هبوط في الأرض، وبالتالي تبعها عملية ديبوزيشن سبسيدنس اند ديبوزيشن، وتكونت لي المجموعة 6 أو 7. بتلاحظ أن سطح عدم التوافق يفصل اليونت 1 عن اليونت 1 عن اليونت 2 من خلال الاختلاف في بيئة الترسيب بين هاي وهي، في اختلاف في بيئة الترسيب، وأيضا وجود الخط المتعرج اللي بيدل على حدوث عمليات التجوية، بيدل على حدوث عمليات التجوية، وهنا بيدل على وجود الانكونفورميتي. طبعا في الصورة اللي أمامنا هنا بنشوف وجود الانكونفورميتيز أكثر من شكل من أشكال الانكونفورميتي. مثلا بنلاحظ اول شيء اسهل شيء ممكن نتعرف عليه هو وجود النون كونفورميتي، عدم التوافق التخالفي في المنطقه هاي بين مجموعه، المجموعه هاي عباره عن صخور ناريه اللي في الاسفل، والمجموعه اللي في الاعلى هنا عباره عن صخور رسوبيه. يبقى هنا في عندي عدم توافق واحد هنا في اول شكل او اول نوع من انواع عدم التوافق، اللي هو هذا عبارة عن عدم التوافق النون كونفورميتي.
بعدين بنلاحظ كمان في المنطقة هذه وجود نوع آخر من عدم التوافق، وهو عدم التوافق الأنجولر. هذا المكان يحتوي زي ما انت شايفين هنا رقم 2 على أنجولر أنكونفورمتي، لأنه عندي هنا طبقات مائلة، شايفينها طبقات مائلة، تعلوها طبقات أفقية، وبالتالي هنا بيدل على وجود عدم توافق زاوي. ثم عدم التوافق رقم 3 اللي شايفينه هنا، شايفين هذا السطح المتعرج اللي بيدل على انقطاع الترسيب بين مجموعتين من الصخور الصوبية، هنا صخور صوبية وهنا لايمستون وهنا لايمستون، اثنين هذول صخر حجر جيري ولكن مختلفين في النوع، وبالتالي هذا يعتبر عدم توافق انقطاعي، يدل على انقطاع الترسيب disconformity. disconformity بنشوف كمان في عندنا النوع الثالث، هي موجود هنا برضو عدم توافق برضو خط المتعرج، ده بدل على وجود unconformity. ولاحظ هنا الجروب تختلف عن هاي الجروب في البيئة الترسيبية، وهذا بدل على وجود برضو disconformity. يمكن في عندي هنا بشوف الننكونفورمتي عدم التوافق التخالفي، اللي هو عبارة عن مجموعتين، مجموعة من الصخور نارية أو متحولة تعلوها صخور رسوبية. وبنشوف النوع الثاني اللي هو عدم التوافق الزاوي، اللي هو طبقات مائلة يعلوها طبقات أفقية. وبنشوف النوع الثالث اللي هو الديسكونفورمتي، وقلنا أصعب أنواع الأنكونفورمتي بالتعرف عليه، لأنه هو يحدث بين مجموعتين من الصخور الرسوبية، وهو فقط ممكن التعرف عليه من خلال الخط المتعرج الناتج عن عملية الإيروجن، أو من خلال الاختلاف المفاجئ في البيئة الترسيبية، أي أن الصخور هذه زمنيا ومن حيث البيئة مختلفة كليا عن هذه الصخور، وبالتالي يدل على أنه في فترة زمنية ما بينهم.